اؤمر يا معلم. الامر لله، بس الست ام صلاح يعني اصلها كانت حكيت لي على اللي انت عملتيه معاها، فقلت الواجب يعني ان اشكرك على اللي عملتيه وعلى عطلتك ليلتها. تشكرني؟ تشكرني على ايه بس يا معلم؟ هي كانت جيره امبارح، دي عشره عمر وانت قادر. طبعا عارف، بس برضو الواجب ان انا اشكرك. طب يا سيدي وصلت، بس الواجب برضو بيقول ان اللي عايز يشكر حد يروح له لحد ما تروحه، ولا انت ما تعرفش مكان يا معلم؟ لا عارف مكانك طبعا، بس ما تخزنيش يعني الشغل والقهوه، وما تخزنيش في الكلمه، انت ست عايشه لوحدك، ودخول الرجاله وخروجهم عندك كتير مش حلو لسيرتك. جرايه يا اخويا، هو انت موقفني عشان تشكرني ولا عشان تنقرزني؟ وبعدين مالها سيرتي؟ بيتي منفذ على الشارع والرجاله رايحه جايه عليه، واولهم المحروس ابنك وصاحبه بخارست، ونبيل شريكك في المخروبه دي. حلوه سيرتي كده يا ست؟ انا ما قلتش حاجه، انت حر. لا قلت، وانا فاهمه قصدك كويس، بس الست اللي مش عاجباك سيرتها دي هي اللي لحقت مراتك وشريتها وقت عوزها، ومش مراتك بس، لا المنطقه كلها والكل يشهد، عشان انا ست صح وبفهم في الاصول يا معلم يا ابو الواجب. يا ريتني لو وقفتك ولا شكرتك، مغاوه اجيب لي نفس الكلام والله.